السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة فري فايت عربية، مرحبا بكم في هذا النزال الجديد والذي جمع بين المقاتل المغربي حمزة رشيد ضد خصمه ألكسندر تشيركيسون. نبدأ على بركة الله. يعطيك أداء مقاتل مغربي شرس فنان لا تستطيع مواجهته. حمزة رشيد هو صاحب القفازات الزرقاء، فيما خصمه ألكسندر هو صاحب القفازات الحمراء. سيداتي وسادتي من المغرب، حمزة رشيد. هو هذا حمزة رشيد المقاتل المغربي ابن مدينة الرباط. بداية النزال، يعتمد كثيرا المقاتل المغربي على الضربات بالرجل، يعني الميدل كيك وكذلك هاي كيك ولو كيك، يعني صراحة يعتمد عليهم كثيرا هذا المقاتل المغربي. سويت جامبني، ضربة رائعة من المقاتل المغربي. يعني نزال صعب، نزال تكتيكي. يعني المقاتل المغربي يلعب بحذر شديد، يعني لأن ألكسندر ليس بالمقاتل السهل. سويت جامبني مرة أخرى، نهاية هذا الملخص. نشوف شكون غادي يربح. الهلالي، يعني رشيد الهلالي رئيس الجامعة. المغربي صعب في هذه الفئة الوزنية في الوطن العربي، مملكة المغرب الشقيقة التي تقدم أسماء كبيرة تروح وتلف كل العالم، إلا وتشوف هنالك دائما مقاتل مغربي يبهرك. دائما كما أقول، يعني فيما مشيتي كتلقى المقاتلين المغاربة. هكذا إذن انتهى هذا النزال لصالح المقاتل المغربي. نلتقي في نزال آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.